للحديث أكثر عن تعيين مبعوث أمريكي جديد إلى إيران وأبعاده على المستويين الداخلي في أمريكا والإقليمي في الشرق الأوسط، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. سيد كامل، بداية أهلا بك. اليوت أبرامز يخلف براين هوك كمبعوث خاص لأمريكا لدى إيران، بما تقرأ هذا التغيير وكيف ترى توقيته؟ والله الإدارة الأمريكية وبالتحديد وزارة الخارجية تعيش يعني عدم توازن وفقدان الثقة، وهم اعترفوا انه الموضوع هو عبارة عن اداءات وما يعجبهم الاجندات المصلحة الأمريكية كهم، ولهذا يعني شاهدنا كثير من الاستقالات والإقالات في أسباب تتعلق بالسياسات وعدم التوافق مع رجالات من الدبلوماسية المخضرمين والتصورات فيما يخص مشاكل في خاصة في منطقة الشرق الأوسط. نعم سيد كامل، تعيين أبرامز جاء قبل أسابيع قليلة من جلسة مجلس الأمن التي تحشد لها الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلم، وهدفها انتزاع قرار لتمديد حظر بيع الأسلحة لإيران. ما القدرات التي يحملها اليوت ويتفوق بها على براين هوك على حسب معرفتك؟ والله لا أعتقد أنه السيد أرامز هو أفضل من سلفه، كونه فشل في ملف مهم يتعلق في فنزويلا، هذا الفشل قبل 3 أيام إذا كنتم مطلعين على الشهادة اللي قدمها إلى إحدى اللجان الفرعية في الكونغرس المسؤول عن العلاقات الخارجية، وقدم شهادة تدل على أنه فاشل في امتياز في موضوع تغيير النظام الفنزويلي بقيادة دي مورت. نعم. وكان محرج، وبالنسبة إلى إيران أعتقد يعني لن يؤثر على الموقف الأمريكي في إيران، وهو معروف هذا الرجل لأنه كان بطل من أبطال إيران كونترا. نعم. وواحد من النسور اللي موافقين أو اللي دفعوا الإدارة الأمريكية لموضوع التغيير بالعراق، وهو من الشهود القلائل اللي يعيشون بالوظيفة وعلى قيد الحياة اللي يعيشون مرارة. نعم. طيب إلى أي مدى يمكن ربط تعيين اليوت أبرامز مبعوثا خاصا لأمريكا لدى إيران، إلى أي مدى يمكن ربطه باقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ أعتقد الربط هو لكونه عنده خبرة في الملف الإيراني والشرق الأوسط ولسد الشابك، وهم مقبلين على مراجعة يعني قبل أقل من أسبوع أمام مجلس الأمن لموضوع العقوبات، وأعتقد أنه السيد براين هو قد خذلهم يعني بانسحابه المباشر، وحتى هذه الحجج بالاستقالة لم تعد مقبولة ولا معقولة من الرأي العام الرسمي والشعبي في أمريكا. نعم. في سؤالي الأخير إليك سيد كامل، وفي إطار الانتخابات الأمريكية المقبلة، يعني أبرامز وكما تعلم عين بعد استقالة براين هوك، ألا يؤثر ذلك سلبا على ترامب الذي أقال واستقال من إدارته عشرات المساعدين والمستشارين؟ يعني لن يؤثر الكثير، والموقف هنا الرسمي والشعبي ضد تجديد للرئيس الأمريكي، وأعتقد مثل ما بين السيد جون بولتون بأنه تجديد الرئيس الأمريكي ستكون كارثة بمعنى الكلمة لكل المؤسسات الأمريكية المسؤولة عن إدارة مصالح الأمن القومي الأمريكي. رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات السيد كامل الحساني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.